السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الإضاءة أو اللايتنج في الـ EV. الإضاءة في اللايتنج أو الإضاءة في الـ EV بتختلف كثيرا عن السايكلز. خلينا نذهب مباشرة إلى السين. ده كده سين بسيط. فإذا هنختار two edges، أي حافتين، واكسترود في الزي. هنضيف اي موديل وليكن هنضيف الديفولت مونكي، وبالتالي احنا عايزين نخلي الماتيريال تكون ميتال، فنسميها كروم وليكن. هتكون ميتاليك 100، الرفنس بوينت 1 وليكن، البيس كولر هيكون كالتالي. طيب ده كده الديفولت في الايفي. خلينا نضيف اي لايت، ده كله هيتم شرحه بعد ذلك، لكن احنا بنشوف الأساسات أو أساسيات الإضاءة. طيب طيب ده كده في كل مرة هيتم الرندر بحجم هذه الشاشة. طب احنا مش عايزين الرندر يكون كالتالي، فاحنا هنقسم الشاشة نصين، و هنخلي الكاميرا، هنضيف هنا كاميرا، ثم في الفيو كاميرا تو فيو. ده كده هيكون كنترول الت زيرو. طيب احنا كده احنا شايفين ان الفيو كده مناسب اننا نعمل تيست. طيب مباشرة هنذهب الكاميرا، هنضغط على الكاميرا ونعمل لوك لجميع الاكسس، ثم في الكاميرا ايضا في السيف ارياز او في الفيو بورت، هنا المحيط هيكون صفر. احنا عايزين بس نركز على هذا الشكل. طيب هنا طبعا ممكن نحرك اللايت زي ما احنا عايزين. ده كده هيكون color white. الفرق بين الايفو سايكلز، خلينا نشوف الفرق لو عملنا تيست. طبعا هنا سايكلز بيكون هنختار الجي بي يو اسرع، زي ما احنا شايفين بيكون ريلستيك اكتر، اسهل السايكلز اسهل، ولكن بيحتاج وقت اقوى اكتر في الرندر. لكن الاي في طبعا الوقت لا يقارن، ولكن في بعض الاشياء او الملحوظات اللي هنتم شرحها في هذا الدرس. طيب اول شيء مبدئيا احنا هنختار الامبيد اوكلوجن، وهنختار الفاكتور يكون 2 والديستانس هتكون 2 دي كده، او الديستانس 0.91 ده كده هيعطي ريلستيك للمشهد. انا حاسس ان البوينت لامب مفترض تكون شدتها اكتر، خلي الراديوس 2 او الماتيريال هتكون كالتالي.
لو ذهبنا مباشرة إلى السايكلز طبعا الريسك أكتر. فإزاي نوصل لهذا الليمت أو إن يكون النتيجة مقاربة؟ مبدئيا في أربع أنواع من اللايت. أول نوع اللي هو اللايت العادي سواء كان بوينت أو سبوت لايت. النوع الثاني اللي هو الورلد لايت زي ال HDRI. النوع الثالث هو الصن لامب أو الإميسيف شيدر. النوع الرابع اللي هو الإندايركت لايت. الكلام ده كله سهل في سايكل، لكن هنشوف ازاي يتم اضافته في الاي في. فهنبدأ بالصن لامب. مبدئيا الشادوز، هنختار اي بوينت، الشادوز كونتاكت شادوز، بيظهر الشادوز اللي هي هذا الشادو. ثانيا طيب عشان يظهر اللمعان بنختار الاوبجكت سكرين سبيس ريفلكشن، ولكن طبعا اللايت 2 هنختاره وليكن 1500، فبيظهر اللمعان بهذا الشكل. ده كده من غير البلوم، ده بالبلوم فبيظهر فيه لمعان كالتالي. اللي يهمنا الريفلكشن، فبيظهر من السكرين سبيس ريفلكشن. يبقى كده احنا وصلنا لجزء قريب من السايكلز. طبعا الصن لامب ممكن تغيير هذه البوينت، خلينا نخفيها كالتالي. فاحنا بنعتمد على هذا اللايت في الإضاءة. فاحنا لو غيرنا اللايت لصن طبعا المشهد أصبح يعني شدة إضاءة عالية. فاحنا الصن لامب تقريبا تكون 3 أو 2، ده كده الصن لامب. الصن لامب بتعتمد على الروتيشن مش المكان، المكان لكن هو انفينيتي لايت الى ما لا نهاية بيعتمد على الروتيشن. خلينا نضيف ازاي نشوف HDRI. لو ضفنا HDRI فمن هنا من الكالر انفايرمنت ونختار هنا HDRI، فتم اضافة ال HDRI. طبعا المشهد اتغير 180 درجة. هل المشهد، خلينا برضو نخفي هذه اللايت، ده كان المشهد ببساطة من احنا بنعتمد على فقط ال HDRI. اللي خلينا نختار السايكلز ونشوف الفرق ما بين السايكلز والايفي. ده كده السايكلز يعني يعتبر تقريبا اكتر واقعي. فاحنا في تركاكة بسيطة ازاي نوصل الايفي الى السايكلز. اولا هنذهب الى الشيدنج، احنا هنذهب الى الشيدنج، هنضيف ال HDRI، هنضيف عدة النودز سبريت ار جي بي كومباين ار جي بي. السبريت ار جي بي هيجي من او هيسحب نود من الايمج او ال HDRI، اذا رايحين للكومباين ار جي بي بينهم كلامب. الماكسيمم والمينيمم هيكون 22 22. ممكن هنا نغير الفاليوز كالتالي. لو ضفنا طبعا الصن هيكون ده الفاليو اللي احنا حصلنا عليها. طبعا تغيير السترينث، ده كده سترينث 1، السترينث وليكن 0.1 او 0.3 او 0.2. اعتقد ان قربنا من نتيجة السايكلز، يعتبر احنا اقتربنا من نتيجة السايكلز. طيب خلينا نتحدث عن ال indirect lighting. ببساطة شديدة هنضيف light probe radiance.
سكيل وسكيل في الزي وبصش دي نذهب الى البيكنج بيك ان دايركت لايتنج في قيمة مهمة جدا في ال light probe وهي ال resolution. فال resolution خليها وليكن 10 في x y z. ال smooth هيكون قيمة ال smooth هي تقريبا هي البلور تقريبا هي البلور هنخليها وليكن 1. فإذا rebake ديليت عشان يظهر هنضيف كيوب ثم نذهب إلى البيك. طبعا الوقت هيكون أكبر. طيب إيه اللي حدث دلوقتي؟ هنشوف النتيجة في الـ indirect lighting بعد البيكنج. المفترض دلوقتي البيكنج انتهى، ففي في الكاميرا هنا اللايت يأتي من هذه الجهة، وفي لايت يأتي من هذه الجهة، أو في الانعكاس يأتي من هذه الجهة. ده كده إن حصلنا عليه زي ما احنا شايفين، حصلنا عليه من البيكنج. ده كده كان عبارة عن أساسيات اللايتنج في بلندر. قبل ما نختم، أي بوينت لامب ليها عدة خصائص. اللي هي color وباور وسترينث، اللي هو سترينث اللي هو باور والريدجس. الكالر ممكن يتم تغييره لأي لون، وممكن طبعا يتم عمل لي انيميت. طالما في هذه الايكون يبقى يتم عمل انيميت، واي فاليو في بلندر ممكن يتم عمل ليها انيميت. الباور السترينث الى ما لا نهايه، ولكن كل ما القيمه اكبر كل ما كان السترينث اكبر. الريدياس كل ما كان اكبر كل ما كان السوفت شادو، كل ما كان اقل كل ما كان هارد شادو. كان كنت من هذا الدرس، اللقاء في درس قادم.